طبعا مشاهدينا، يعني كان في خبر من اسبوعين، وطبعا كان في فترة عيد وتوقف فيها البرنامج، فاحنا كان الخبر مهم جدا ولافت جدا، وكان مسيطر على معظم نشرات الاخبار العالمية وحتى العربية، وهو الجريمة الغامضة اللي كانت موجودة في جنوب افريقيا، العثور على 22 جثة داخل نادي ليلي. طبعا الموضوع كان غريب، ولكنه مش غريب بشكل عام على الأوضاع في جنوب أفريقيا، أو تحديدا في جوهانسبرغ. احنا بنتكلم على أنه السلاح في جوهانسبرغ سلاح منتشر بشكل كبير، بنتكلم على جرائم السرقة المستمرة. تسأل أي حد رايح جنوب أفريقيا وتحديدا جوهانسبرغ يقول لك ما تحطش، لا تلبس ساعة، لا امسك تليفون قديم، البس ملابس مقطعة، لأنك لو مشيت في الشارع وحد يعني لقى عندك حاجة ليها قيمة ممكن ببساطة شديدة يطلق عليك النار وياخد الحاجة اللي معاك. بيحصل لأوقات ممكن واحد يكون بياكل في مطعم، يكون أصلا الجرسون اللي بيشتغل جوه المطعم ده متفق مع عصابات ويبلغهم مين الزباين اللي جوه المطعم اللي معاهم حاجات قيمة، فأول ما يخرجوا نبص نلاقي السلاح طلع عليهم ويتقتلوا ويتسرقوا. طبعا الجرائم اللي موجودة في جنوب أفريقيا في رقم غريب جدا وكبير جدا، 5000 جريمة قتل حصلت في 3 شهور في 2021. يعني في 3 شهور حصل قتل ل5000 واحد في 2021. زي ما انتم شايفين دلوقتي في الصور، انتشار السلاح في الشارع عادي جدا، والأوضاع صعب جدا السيطرة فيها، تحديدا زي ما قلت لحضراتكم في جوهانسبرغ. وطبعا احنا عارفين القصة اللي كانت من فترة لما بعض الطلبة المصريين تم اختطافهم برضو من قبل أحد العصابات، والحقيقة الدولة المصرية فضلت على مدار أيام وبسرعة شديدة كانت قدرت وتمكنت من إطلاق سراح الطلبة المصريين اللي اتخطفوا في جنوب أفريقيا. فزي ما احنا شايفين في الصور الجرائم مستمرة، الشارع غير آمن تماما، الناس عشان تمشي في جنوب أفريقيا وتحديدا زي ما قلنا في جوهانسبرغ امشي بلبس مقطع، ما تاخدش معاك أي حاجة ليها قيمة، لأنه ممكن تتعرض أن حياتك تنتهي بسبب ساعة ولا موبايل ولا محفظتك. احنا دلوقتي حتى الصور اللي احنا شايفينها دي، رئيس جنوب أفريقيا هو شخصيا اتسرق، الايباد بتاعه اتسرق في مؤتمر صحفي. فعشان نفهم الوضع في جنوب افريقيا مع الجريمه الاخيره اللي ابتديت بيها، وهي الجريمه للعثور على 22 جثه كانت موجوده في نادي ليلي، معانا دلوقتي عبر زوم محمد سعد، رئيس اتحاد المصريين في جنوب افريقيا. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا وسهلا فندم، مساء الخير. اولا يعني انا في المقدمه حاولت ان انا اشرح ببساطه الوضع فيما يتعلق بالجريمه في جنوب افريقيا وتحديدا جوهانسبرغ، هل كان الكلام فيه مبالغه ولا هو ده فعلا الوضع اللي موجود في الشارع هناك؟ هو للاسف طبعا كلام حضرتك ما فيهوش اي مبالغه. الوضع الامني في جنوب افريقيا يعني على مر سنين عديده معروف بانتشار الجريمه، وده طبعا سبب من الاسباب اللي حضرتك برضه قلتيها، اللي هو انتشار او سهوله الحصول على الاسلحه الناريه بدون تراخيص، وده اللي جعل من طبعا ان انتشار الجريمه في الشارع جنوب افريقي امر سهل جدا للاسف. طيب لو اتكلمنا عن أغرب الجرائم اللي موجودة في الشارع هناك في جنوب أفريقيا، أغرب الجرائم الأخيرة، خصوصا الجريمة الأخيرة بتاعت العثور على 22 جثة في نادي ليلي، موضوع القتل للسرقة، يعني ممكن تسرق بالتهديد لكن ممكن شخص يفقد حياته عشان ساعة. هو طبعا احنا لازم في الاول كده نعرف طبيعه الجريمه في جنوب افريقيا. طبعا الجريمه موجوده في العالم كله، بس للاسف طبيعه الجريمه في جنوب افريقيا بتزداد او فيها نسبه من العنف اكتر. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، المجرم في جنوب افريقيا حتى لو هو داخل يسرق، مش الغرض بس السرقه، انما مقياس السرقه وطريقه السرقه والقيمة للإنسان نفسه دي تكاد تكون يعني مش موجودة. ففعلا ممكن واحد عشان خاطر تليفون أو ساعة يفقد حياته، ده اللي على طول بنوه لكل القادمين من مصر أو الوطن العربي أو المقيمين في جنوب أفريقيا،
من المصريين ان هو في حال تعرضه لاي موقف زي ده بدون اي نزاع او بدون اي اعتراض يقدم اللي هو المطلوب منه، لان فعلا المجرم في جنوب افريقيا ما بيفكرش مرتين في ان هو يقدر ياخد حياته اللي قدامه او لا، حتى لو كان الغرض من السرقه ساعه او تليفون. طيب استاذ محمد، انت كرئيس اتحاد المصريين في جنوب افريقيا زي ما قلت بتقدموا نصايح للمصريين او حتى القادمين من دول عربيه اخرى ومضطرين، يعني في اللي بيدرس في اللي بيشتغل ومضطر شغله يجيبوا هذا المكان، ايه ابرز النصايح اللي بتتقال؟ هو طبعا من ابرز النصايح رقم واحد عدم الاعلان او لبس اي حاجه ذات قيمه للاسف، يعني الساعات اللبس نفسه، لان اي حاجه بتلفت نظر المجرم ده بيجعل اللي قدامه فريسه سهله جدا. واللي زائد على كده ان هو في يعني في خلال النهار نفسه وخلال اليوم نفسه لو في اي حد بيتعرض للسرقه بالسلاح تحت تهديد السلاح، مفيش اي حد من المره اساسا بيتدخل في الموضوع ده. فرقم واحد النصيحه ان هو عدم اظهار اي شيء ذات قيمه في الوقت اللي انت بتقدر بتتمشى فيه في الشارع او اي حاجه. مع العلم طبعا ان النصيحه المهمه جدا لاي حد قادم او مقيم في جنوب افريقيا ان هو ما التنقل تمام في المناطق المعينه لازم تعرف انت ماشي فين بالظبط، لأن شارع عن شارع يفرق كتير. وطبعا بعد جائحة كورونا الوضع الاقتصادي طبعا زاد سوء، فده مما أدى إن هو كمان نسبة الجريمة بتزيد. فإحنا عندنا مثلا بعض الإحصائيات اللي هي بناء على إحصائيات الجريمة اللي هي كانت اتقدمت من لجنة الشرطة في البرلمان، بتقول إن معدلات القتل في جنوب أفريقيا في آخر الربع في سنة 21 2021 وأول ربع في 2022 زادت بحوالي 8.9%. دي طبعا زيادة عالية جدا. وللأسف العدد الأكثر من القتلى دول تمام نساء، فالنساء اتعرضوا بنسبة أكتر لجريمة القتل وجريمة محاولات القتل كمان. فعندنا النساء زادوا مثلا في السنة الأخيرة بحوالي 4.2 مقارنة بنفس الفترة دي في السنة اللي قبل. طب انت قلت فزي ده ما حضرتك تقرير شايف للجنة الشرطة عن آخر مقدم الأحصاء للبرلمان مقدم للبرلمان، وده بالظبط. ياخدنا للسؤال المهم، ليه للدرجة الأمن في جنوب أفريقيا مش قادر يفرض سيطرته على مسألة السلاح والشارع؟ طيب أنا هكلم حضرتك يعني من وجهة نظري الشخصية تمام. أنا مقيم في جنوب أفريقيا من أكثر من 25 سنة. طب من اتعرضت وجهة نظري لمواقف ولا لا؟ للأسف اتعرضت من حوالي 12 سنة بسرقة تحت تهديد السلاح. والحمد لله رب العالمين هو كان موقف واحد في الفترة اللي احنا قضيناها في جنوب أفريقيا، ويعني الحمد لله عدت يعني على خير. سلمت كل حاجة بمنتهى الهدوء صح؟ أكيد طبعا. سلمت كل حاجه بمنتهى الهدوء، بس للاسف برضو كان في يعني ضرب والكلام ده، لان زي ما بقول لحضرتك يعني انا كنت فاكر ان هو اما بيجي حد يسرق وحتى مع تسليم كل حاجه بمنتهى الهدوء ممكن الموضوع يعدي مرور الكرام. بس للاسف زي ما ذكرت مسبقا ان المجرم في جنوب افريقيا الغرض مش السرقه بس، ممكن اساسا يقتل واحد، ممكن يصيب واحد، ممكن يضرب واحد بسكين حتى لو اللي قدامه ده يصل له عمليه السرقه بتاعته. فهي طبعا دي للاسف يعني حوادث متكرره، وبنحاول بقدر الامكان اللي احنا على طول ننوي ازاي نقدر نبعد عنها، بس ما نقدرش نجزم ان احنا حتى بعد التنويه والكلام ده كله نقدر ان احنا نحد من موضوع العنف أو الجريمة الموجهة للمصريين في جنوب أفريقيا. أكيد مش مصريين بس، يعني حتى مواطن ممكن يكون من جنوب بالظبط. أفريقيا كمان بيتعرض طبعا للعنف طبعا ده. طبعا. بس برضو ما ردتش على سؤالي، يعني اتفضل. الكلام على فكرة عدم السيطرة على فوضى السلاح بالشكل ده. يعني أنا متهيألي من وجهة نظري الشخصية لحضرتك إن للأسف في ارتخاء او تسيب جامد جدا في قطاع الشرطه في جنوب افريقيا.
وده ظهر في خلال الاسبوع او الاسبوعين الاخرين في كميه من الاعتراضات على وزير الداخليه نفسه، لان اللجان اللي هي لجان الحمايه الشعبيه بتعمل دور اكتر من الشرطه، وتم فعلا الاعتراض على وزير الداخليه بعد الحادثه اللي حضرتك تفضلتي واشرت ليها، اللي هي وفاه 20 واحد في ملهى ليلي في يوم واحد. وللاسف برضو تاكيد المعلومه ان ال 20 واحد دول كلهم من ادنى ال 18 سنه. فدي كانت حفله معموله وكان عمرهم كلهم اقل من 18 سنه وتوفوا. وبعديها على طول بيومين ثلاثة في ستة تاني في ملهى ليلي تاني في محافظة تانية تعرضوا للقتل بسلاح ناري. فالمشكلة اللي هو وفرة السلاح الناري بدون أي قيود أو تراخيص، تمام، ده بيسهل عملية القتل. فعشان كده تلاقي حضرتك نسبة القتل ونسبة سرقة السيارات تحت تهديد السلاح دي من أعلى النسب اللي موجودة كجريمة في جنوب أفريقيا. أنا بشكرك جدا محمد سعد، رئيس العفو. اتحاد المصريين في جنوب أفريقيا، شكرا جزيلا لك.